ظهر يوم أمس كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة السيد الحبيب الجمني وعدد من أعضاء الحكومة إشارة انطلاق موسم الحصاد بضاعة منتصر بولاية باجة. كاتب الدولة وعلى خلاف البروتوكولات السابقة استخدم أداة المنجل قبل أن يمر إلى الآلة العصرية، وفي ذلك أكثر من إشارة إلى عراقة وأصالة هذه الأداة في هذه الجهة وسواعدها البشرية التي جعلت منها مطمور روما، اسم لا زال حاضرا في كتب التاريخ وحاضرا بثقله في حقول وفي قرى يناضل فلاحوها من أجل لقمة العيش في غياب بنية تحتية تخفف معاناتهم اليومية. ان شاء الله مبروك وان شاء الله صعبه وديما صعبه في تونس حتى نحقوا ان شاء الله. اذا كان انتم متعاونون اذا كان حكومتنا جديده تعاون احنا معاونين اي تعاون على رجال الفلاح تاع بيسر. انا نقول لك حاجه، تقديرات السيد رضا السعيدي مستشار رئيس الحكومه المكلف بالملف الاقتصادي تقول بان الصابه ستكون قياسيه، إذ من المتوقع أن تتجاوز 25 مليون قنطار من الحبوب، بما يجعل هذا القطاع أهم القطاعات الفلاحية من حيث الإنتاج. الموسم الفلاحي حسب المؤشرات الأولى وحسب تقديرات مختلف مصالح وزارة الفلاحة باش يكون إن شاء الله موسم واعد فيه أفاق طيبة على مستوى الحبوب اللي هي أهم قطاع إنتاجي بالنسبة لنا في الفلاحة. إن شاء الله مقدرة أنها توصل للصابة، إن شاء الله ربي يوصلها بالخير، أكثر من 25 مليون قنطار، هذه صابة قياسية. فلاحون يرون بأن انطلاق موسم الحصاد أتى هذه السنة مبكرا، وأن ضغوط الديون وتخوفهم من الحرائق هي التي تقف وراء هذا التوقيت المخالف للقواعد العلمية حسب مختصون. قل الفلاحين بأن مراجعة سلم التعيير ثابتة لا شك فيها، وسيكون لصالح الفلاحين وبصفة مجزية ومعناها تسرهم، وهناك أيضا انكباب على مراجعة أسعار عدة مواد أساسية مثل الحليب والطماطم، وإن شاء الله اللجان ستنهي الحوار في هذا وستفضي إلى تحسين مقبول في الأسعار. ديون وثم وعود متاع الحكومة اللي ما ثم منها حد شيء، يلزم الفلاح من توكا وخوف ما ثماش حكايه الامن والاستقرار، الناس خايفه، هذاك اللي خلى الفلاح باش يدهم من توكا ويحسب. ثم نحكيك اللي انت قلت مبكر، ثم فلاح اللي كملت من ناحيه الديون خايف، ومن ناحيه وعود الحكومه اللي بالفارغ، هذاك اللي خلى الفلاح باش تبدا على بكري كالعاده. وعود هذا ويجي برا، هنا قاعدين هذا ويجي وما ثم حتى شيء. رسميا انطلق موسم الحصاد، الانطلاقة جاءت من ولاية باجة. فعليا انطلق قبل هذا الموعد. البعض يرى بأن تخوفات الفلاحين هي التي كانت وراء هذه الانطلاقة المبكرة، والبعض الآخر يرى بأن الانطلاقة مناسبة وتتم في ظروف عادية. الفلاحون اليوم يطالبون بمراجعة سلم التعيير، وهي الحلقة الأهم التي خاض من أجلها الفلاحون هذه السنة احتجاجات كبيرة لا زالت متواصلة. المولدي الزوابي، قناة الحوار التونسي، ضيعة المنتصر، معتمدية باجة الشمالية.